مرحبا بكم يا شباب، وأهلا بكم بحلقة جديدة بقناتي. وهذا ثالث فيديو. قبل 3 أيام، إيه هيك شي، إيه 3 أيام، مدري هيك، إيه يومين، 3 أيام، إيه أنا ما حبس تحديدا، بس إيه يعني قبل كم يوم صار فيها التحديث الجديد لماينكرافت. شوفوا تغير الزيم، كيف صاروا هون تغيروا، شفتوا تغير. واليوم بدنا نشوف التحديث، وكمان بدنا نشوف مجموعة مودات. هذا عالم اسمه مودز تيست فلات، انا عملته، يعني عالم فلات وبجد فيه مودات. طبعا مودات هني ادونات. شباب قل كان شو الحلو بهالاصدار، انه يعني في كتير شغلات وتغير. والبشع فيه تول بوكس ابي شغل هالاصدار، فلهيك صار ماينكرافت انه ما كتير سهلة. ايوه بدأنا. شوفوا هاي الدائرة بالنص اللي بعرف شو هي، تنحطها غير. كمان بدي فرجيكم هالادونات، بس تحط هيك first person goal resource. انا ما حطيت شباب عذرا، ابعرف المشكلة عذرا، يعني مشكلة احيانا بتصير معي. لانو احيانا بركب كتير ادونات، ف احيانا بيطلع من اللعبة، احيانا بس قليل جدا. شكرا. كمان فيديو تاني زادوا مشتركين، وان شاء الله سيزدادوا مشتركين. ما في داعي للشرح، نشوف الجول ريسوسك. ريسوسك جول ريسوسك. طيب ليش انا ما حطهم؟ أبعرف، مهم هن بالعالم، يعني ما ضروري حطهم هون، مع انه انا حطيت بس واحد. وكمان بدنا نجرب التوكينج فيليجر. موت تسفات، بدنا نحط فيليجر يعني بقلنا هلو هيك شغلات بالأجنبي. شباب صراحة أنا بحب هيك شغلات. هذا مثل مود إي آر لايف إذا بتعرفوا، هيك يعني بيكون مثل مربع الحديث تبعه. طبعا هذا واحد مثل السلسلة هيك، أبعرف شو اسمه. يلا هنيك ورانا في بناية عملاقة، تنرجع الفيديو مثل ما كان. فيديو first version هون، بس هذا المربع ما اعرف شو هو. هون بناية عملاقة، شوفوا اكبرها. في مود مودين ثلاثة بجوز انا ما حيطون. هو مود ماينكرافت ستوري مود سيزون 2 ومود تاني. اولا هذا من مود اساس تلفزيون، بس ابي فيه ده بعرفش يعني. هذا ما مود الاساس الاصلي. كراسي وكرسي وصوفة ووينة. هون اسه كان في طاولة. شباب دقلكم اذا بدكم تتخيلوا هالشغلة معي. عندكم طاولة، ابد احسن تحط عليها شي.
غير بلوك، بتحسن تحط عليه الشغلات اللي بدك اياها، لان المود في كمبيوترات بشاعة هذا المود، بتحسن تحط كمبيوتر على الطاولة. شوف هالكمبيوترات، هذا معالج الكمبيوتر، طبعا هذا مو الأصلي اللي هيك أبي اشتغله. فخلينا هلق مثلا طاولة ونحط كرسي، وشباب يلا خلينا نقعد. وين الكتب؟ يلا بدنا كتب. على أساس هلا نحن بدنا ندرس، بنجيب هداك الكتاب. وين الكتب؟ ما تخلوا تغيروا أشكال الكتب. إذا هيك لا لا، هيك أنا ما بقبل. لا ما تغيروا هون. يلا والله هنا هديك الرسوم اللي هي سيف، بنحطها بدال هون. يلا بسرعة خلينا يلا خلينا نكتب. شو يلا يلا مساعدين تندرس. شباب شغلي ما اعرف سويها. وين علامة تبع اللون؟ انا شايفها بالفيديوهات بس موجودة عندي. يلا كيف تجيبوها؟ قلولي يلا كيف. شو مثلا هون؟ مثلا هون يعني في لوحات مفاتيح بيكون في نهاية، يعني انا افهم ليش هيك. ايه شو صار؟ شو هاي؟ عجاز سمكة طائرة؟ شاب شو هدول يعبى أسماك؟ بس بدي أعرف ليش حطيت هالبناية، إذا بدي أعرف إنه هي هيك مشكلة. كيف بدي أعرف؟ مرحبا دلفين، ليش أبي تموت بلا مي؟ طيب شوفوا مسدس حرب، الحرب هيا يلا بدنا حرب حرب يلا حرب. وي مات الخروف. طبعا شباب الفيديو اليوم ما بده يطول، هذا مو بس شباب انا نسيت الموضوع الاساسي هو ماينكرافت اصدار. هذا وينو تشوف وين وين الجديد؟ شباب انا بعرف كل جديد، هاي مش جديدة. بس شباب هدول يعني للأكل شكلين، هدول يعني شو؟ انا ما فهمت. مثلا بغيروا الوانك، هلا بعدين نشرح هدول. يعني بهالمقطع يعني، بس هاي جديدة. او طب هيك احسن، هيك هيك بسرعة خلينا ندور. هيك هي هون مثلا، بدي ادور انا بسرعة. هاي بعمري ما شايفة، شكلها كمان جديدة. شباب دقيقة جيب لي جديد. شباب في شغلة هلا لحد الان ما عرفت وينها، بس انا صراحة شفتها وشلتها بس ناسي اسمها. يعني هي هون وين وين كانت؟ كانت هون بس وين وين؟ شغلة خضرة هاي، هاي باللون الأخضر. أولا صراحة شباب هاي أبعرف أكل، أبعرف هاي تاكلوها تعطيكم جرعة لا نهائية من التنفس تحت المي. لا 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 كيف؟ وشاي سي مدري شو هيك، هاي نقبس عليها هيك هيك هيك.
صراحة أزنك بس عليا هيك بتصير، ما بعرف هادون يعني الجداد أفكتي. إيه توكينج فيليجر، يلا يلا وين سكواب فيليجر، يلا بسرعة سكواب فيليجر، يلا يس. أه شغلت شو؟ شو منت كل هذا يعني؟ شو هذا؟ شو هذا؟ اي يلا طيب نكتب هيلو فيليجر، هيلو فيليجرز بس قلوا لي شو معنات كل هالما يحكوا شباب. انا ما بعرف كتير بالانجليزي بس قالوا يعني انتو ما تحكوا انتو ميتين يلا. على الاقل هادون يعني لو بيساعدوك بالبناء، بس شكلي على فكرة صار حلو. بدي احبس واحد جوا البيت، قل له خلاص هاد صار بيتك، هاد بيتك. اه زومبيز، ان بدك تكون من الزومبيز ولا خزك بدك تيقتلوك الزومبيز؟ اذا بدك تيقتلوك الزومبيز بجيبهم، ها ما عندي مانع بجيبهم بجيبهم. عبر عن ساي زومبيز شباب. عجبتني توكينج فيليجر، عجبتني. يلا شباب مين مستعد تنشوف؟ ما هاي وهاي 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 هاي ما شفتها يمكن وحوش، وهذا سكلتون على شكل دبابة بشي. هلا هادون صراحة شباب انا ما كتير بدي. فينا نركب بها يا شوفوا. لا ويزر كلير مرحبا، ليش فينا نركب فيك؟ يا هاي فينا نركب، هاي فينا رايد. بدي اذا حسبي لي جار اجت الكهرباء لانه حط لي شبكات. طيب انزلنا هاي موت. شباب هلا شو بدي اسوي هون؟ شو هاي يعني؟ طيب ما تقولوا لي ابي نركب، شو المعنى منها اذا ابي نركب يعني؟ زومبيز شو عرفنا؟ شو هالفيليجرز يعني عن جد غريبين.
طيب شباب، أبدي طول الفيديو عليكم، بس هسه خلينا نجرب شوي. شباب، وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك للفيديو، وكمان حطوا لايك وعلقوا، كمان لازم تعلقوا لأنه عندي 4 مشتركين وأفي ولا مشترك حط تعليق. لازم تحطوا تعليقات يا شباب، ماشي؟ حطوا تعليقات، ايه حطوا، يلا علقوا، باي. قالوا لي رأيكم بالمودات والزيم. يلا باي باي.